السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده ما يخلص رمضان لما يكون جابر بخاطرنا جميعا وساترنا ومدينا كل ما نتمنى. يا رب يكبر بخاطركم ويفرح قلوبكم جميعا. انتوا طبعا عارفين قناتي ناني خليل، قناة متواضعة كده على قدها، بتخلي بتقول معلومات بسيطة كده لاخواتها وبناتها الحلوين علشان يتعلموا مبادئ الاكل. بصي بقى، انا طبعا اليوم العشرين زي ما قلت لك امبارح انا عملت حاجات، وعلشان الواحد نفسه كانت مسدوده وعملت سمك وكده. وادخلي على الفيديو بتاع امبارح. الفيديو بتاع النهارده انا عايزه اوريكي، انا فكرت كده مع نفسي وقلت انا ما عملتش لاخواتي خالص حواوشي اسكندراني. فانا النهارده هعمل حواوشي اسكندراني على اصوله وتركاته مظبوطه. هعمل الحواوشي وهحشيه لحمه مفرومه. الاسكندراني بيختلف عن الكهراوي، الاسكندراني بتحطي اللحمه نيه وبتحطيه في الفرن، تمام؟ بصي هعمل حواوشي لحمه مفرومه، وهعمل كمان صدق بالجبنات والميكس. يلا بينا، تعالي معايا. بصي حبيبة قلبي، نخلت 3 كوبايات طحين قد دي، يعني حوالي بالظبط نص كيلو دقيق. يعني جبت الكيس اهو وخدت نصه، 3 كوبايات بيدوني نص كيلو 500 جرام اهو. بتفتحيهم كده وبتنزلي عليهم بالسكر ده، معلقتين سكر اهو، معلقتين سكر، وبعدين معلقة كبيرة خميرة اهي، معلقة كبيرة خميرة، وبعدين ربع معلقة ملح اهي، بتقلبيهم كده مع بعض، تمام؟ بتدخليهم كلهم في بعض كده. بعد كده بحط كاسة، نفس الكاسة اللي حطيت بيها الطحين هي نفس الكاسة اللي هحط فيها المية. هعمل لها حفرة كده هنا كده، تمام، علشان اما اعجن بيها. طبعا انا امبارح قلت لك انا مش بحب البس القلافزات، بس هقلع بس الخاتم كده، تمام. مش عارفه اقلع ده شويه، هقلعه. بصي يا حبيبتي، بتحطي الميه كده بالراحه، ما بحطهاش كلها علشان كل دقيق مش زي التاني، بشوف كده الدنيا ماشيه ازاي. اوعي تحطي ميتك من البدايه كلها، لان في دقيق على حسب زرعته، في زرعه بتشرب الميه وفي زرعه ما بتشربش الميه. قلبي بس عملنا ايه، جبنا بصلتين متوسطين كده، وجبت معاهم قرن ونص حامي، قرن ونص فلفل حامي، ما رضيتش احط ده الباقي كله لحسن باين علينا هنوحوح النهارده، فحطيت قرن ونص بس وبصلتين متوسطين، تمام. وضربتهم في الكبه اهو، وحطيتهم على اللحمه المفرومه بتاعتنا. بصي انا عامله بتاع 300 جرام لحمه، 300 جرام يعني مش نص، واخده منها حته. هوريكي بقى هتبل وعجنتها كويس قوي بايدي. اول حاجه هحط البهارات بتاعتي اللي هي عباره عن فلفل اسمر كده، قمر كده حبه حلوين، تستخسريش فلفل اسمر مع اللحمه لازم، تمام. ودي بهارات لحمه، دي بهارات لحمه اهي. بصي اي حاجه كترت عن حدها انقلب ضدها، ما تكتريش. مش كل حاجه ان انا اكتر بهارات عشان طعم اكلي يبقى حلو، لا، انت بتدي ريحه بس. خلي الطعم الاساسي في اللحوم، خلي الطعم الاساسي في اللحوم هو ريحتها هي. انا كنت هحط كركم بعد كده، قلت ايه بلاش المره دي، مع اني بحطه في كل اكلاتي. نقطه بقى ايه، شطه كده ايه، مش برده مش كتير عشان كفايه الفلفل الحامي اللي احنا حاطينه. اخر حاجه، لا ولا لسه في حاجه تاني. هنحط بقى الملح بتاعنا. طبعا بتحطي عرقين بقدونس كده، بس الصراحه ما كانش متوفر عندي فاستغنيت عنه، يعني مفيش مشكله. ممكن بقى تبشري رشه جوزة الطيب لو متوفره عندك، مش متوفره براحتك، تمام. ايوكوا بقى، بسم الله ما شاء الله، اقل من نص ساعة بصوا الخميرة العجينة بتاعتنا خمرت، بصوا بقت قمر ازاي، نشيل من عليها الاسترتش. بصي بقى قمر ازاي،
خلصت خلاص كل الحشوات اللي هعملها، هقرص معاكي العجين ازاي. هتجيبي حاجه كده كبيره وتقطعي كده اهو، تنزلي كده هنقطعه العجينه دي بتاعتنا كده كانك بتعملي بيتزا اهو. قطعناها اربعه اهو، شايفه؟ بسم الله ما شاء الله. بعد ما نقطع اربعه هنقطعهم ثمانيه اهو عشان تبقى كلها قد بعضها، شايفه معايا اهو؟ ايه رايك؟ ايه رايك هتجملوا القمر؟ طلعيهم بقى وتقرصيهم وتحطيهم على دقيق. تمام، بطتنا ارتاحت، بصي الروحه بتاعتها جميله ازاي. قسمنا اللحمه لثلاث اربع كور كده، خدنا اول كوره، بطتنا العجينه بتاعتنا. بتاخدي الكوره بتاعتك وتنزلي بقى كده ايه وتوزعي على النص، علشان انا هعمل انصاص. ليه بقى؟ عشان ولادي قالوا لي مش هنقدر نكمل الرغيف اللي هو رغيف وفوقيه رغيف، فانا هعمله انصاص كده. تمام، إيه عشان هم هياكلوا نص الزق ونص لحمه، فهعمله انصاص، هعمل الرغيف واقلبه على نفسه تاني بدل ما احط رغيف فوقه. اوكي خلاص، بصي يا حبيبه قلبي اهي، حطينا اللحمه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله، مفيش فراغ اهو، وكامله في كله، متكامله. الله اكبر. هوريكي انا ازاي هقفل العجينه، بس طبعا لازم انشف ايدي مطرح اللحمه عشان العجينه ما تبص. بصي ما بتحطيش معاها اي جبنات ولا اي حاجه اهو، بتاخدي النص ده وتروحي هنا كده على الحرف كده، وتشدي كده على الحرف اهو يا حبيبتي، دي حبه البركه على فكره. بصي بقى هقفل ازاي، بتاخدي اللي من تحت وتقفلي كده اهي اهي اللي من تحت عشان ما تفتحش معاكي، شايفه يا قلبي؟ وتروحي متكيه تتكيايه كده اهو، شايفه؟ بسم الله ما شاء الله. خلاص اهو باخد اللي تحت اهي، خلاص بتكه بقى كده شويه عشان نفرغ منه الهواء عشان ما يتنفخش مننا. تمام، بعد كده بجيب فرشه بدهنها ايه شويه ميه، ممكن تدهنيها حليب لو عايزه. تمام، ليه بعمل التغريزات دي؟ عشان افرغ الهواء، وتاني حاجه كمان عشان يبقى عندي حتت احط فيها حبه البركه اهي. تمام، بترشي بقى كده حبه، بصي ريحته. وبعدين هتحطيه على درجه حراره 170، بتحطيه في الرف اللي تحت لمده 5 دقايق، وتشوفي القعر بتاعه بقى لونه ذهبي، وبعدين ترفعيه في النص، تفتحي له الشوايه برده 3 دقايق او دقيقتين، وتطلعيه هوريكي لما يطلع يبقى عامل ازاي. بصوا بقى الجمال، ايه عملنا اللحمه اهي، بصي بسم الله ما شاء الله، بصي القمر، العيش مخبوز، بصي التسويه، بصي قمر ازاي، بصي مفيش حاجه مننا اتحرقت، والعجينه طلعت مره تحفه. بصي القمر، بصي اللحمه جميله ازاي وقمر، والعجينه حلوه. جربي بقى الوصفه بتاعتي دي، بصي بقى اللي انا عملتها بالصدوق، فطير فطير قمر، شفتوا الجمال؟ الجبنه كمان من جوه بتشد، بصي شايفه؟ اشتركي في القناه مش هتخسري حاجه، بالعكس هتكسبي جدا، وربنا يحبب فيكي خلقه ويسعدك. كل ما تعملي لي اعجاب وكومنت واشتراك، شكرا ليكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.